السلام عليكم. في هذه المحاضرة سوف نتعرف على كل ما يخص الإنترنت، من متطلبات الربط بالإنترنت والإضافة إلى متصفحات الويب واستخدام عناوين الويب وكيفية تضييق نطاق البحث في الويب أو الإنترنت. أولاً، ما هو الإنترنت؟ طبعاً الإنترنت هو عبارة عن شبكة حاسوب عالمية تكون نطاقها واسع. إذا أريد أعرف شنو معنات شبكة حاسوب، طبعاً أبسط مثال لشبكة الحاسوب هي عبارة عن حاسوبين مرتبطين مع بعض، الحاسوب الأول والحاسوب الثاني اللي يمثلوا شبكة بسيطة. فبالنسبة للإنترنت راح يتمثل في مجموعة من الحواسيب حول العالم مرتبطة أو متصلة مع بعض. طبعا هاي الحواسيب اللي تتكون لشبكة الإنترنت يشبه في تصميمها أو بتصميم هذه الشبكة شبكة الهاتف الدولية. نفس مبادئ الهاتف الدولية راح تنطبق على الإنترنت. فأنا مثلا عندما أحتاج أن أتصل مع شخص باستخدام الهاتف أو الاتصال مع شخص باستخدام الهاتف، بالبداية أكيد راح أحتاج رقم الشخص اللي دا أتصل به. والشرط الثاني هو أنه لازم الشخصين اللي دا يتصل واللي دا يستقبل الاتصال يتكلمون نفس اللغة. فنفس هاي المبادئ راح نطبقها على الحاسوب. بالنسبة لرقم الحاسوب راح يتمثل بالـ IP address نسميه، واللغة اللي يتكلمون بها الحاسوبين راح تتمثل بالبروتوكولات. طبعاً البروتوكولات إذا أعرفها حتكون هي عبارة عن مجموعة من القواعد اللي تحدد طريقة نقل البيانات بين أجهزة الحاسوب طبعا المتصلة بالإنترنت. إذا كل دولة من هاي الدول راح يكون لها شبكة حاسوب تتطابق مع معايير الدولية، أوكي، على مود تكون كلها شبكة مترابطة نسميها Interconnected Network، اختصارها هو الإنترنت. طبعا أكيد أكو ملايين من الحواسيب تكون متصلة بالإنترنت. هاي الحواسيب اللي تتصل بالإنترنت راح نقسمها إلى قسمين أو مجموعتين. ألاحظ المجموعة الأولى هي الحواسيب اللي تقدم لي الخدمة اللي أسميها الخوادم أو السيرفرز. أما الحواسيب الثانية أو القسم الثاني هي الحواسيب اللي تستفيد من هاي الخدمات اللي دا أقدمها، نسميها المستخدمين أو الزبائن أو الكلاينتس. لتوضيح هاي النقطة، على مود أعرف مفهوم الكلاينت والمستخدمين والخوادم اللي هما السيرفرز، ألاحظ هذا التخطيط أو هذا الرقم التخطيطي. مجموعة الحواسيب أو الأشخاص اللي يستخدمون الإنترنت في هذه الجهة نسميهم المستخدمين، المستخدمين أو الكلاينت الزبائن. هؤلاء الأشخاص راح يبحثون عن موقع معين أو عن معلومة معينة باستخدام الإنترنت، فراح يقدمون طلب إلى السيرفرز. السيرفرز راح نلاحظهم بهاي الجهة اللي هما الخوادم. طبعا المقصود بالسيرفرز هو عبارة عن جهاز حاسوب ذو مواصفات عالية وسعة تخزين عملاقة. كل المواقع الإلكترونية اللي نستخدمها والملفات والفيديوهات اللي نبحث عنها تكون موجودة في هاي الخوادم. إذا الخوادم راح تزودني بالمعلومات أو الفيديوهات أو الصور اللي أنا أحتاجها، أكيد راح تزودها إلمن إلى المستخدمين أو الكلاينتس. إذن ألاحظ مجموعة من الخدمات أيضا اللي توفرنا إياها شبكة الإنترنت متمثلة بأهم ثلاث خدمات. الأولى هي تبادل المعلومات. أكيد من وظائف شبكة الإنترنت مثل ما قلنا أنه هي تربط مجموعة من الحواسيب بحيث أستفاد منها على مود أتناقل البيانات والمعلومات فيما بين هؤلاء الحواسيب. الخدمة الثانية هي الاتصالات. باستخدام أكيد برامج الاتصالات راح أقدر أتصل بمجموعة من الأشخاص أو أتحاور معهم باستخدام شبكة الإنترنت. أيضا عندي خدمة التجارة والتسويق الإلكتروني، ممكن استخدام شبكة الإنترنت في التسويق الإلكتروني عن طريق مواقع البيع والتسويق مثل أبرزها موقع الأمازون. كي أرتبط بالإنترنت أكيد راح أحتاج مجموعة من متطلبات الربط مع الإنترنت. فأول هذه المتطلبات هي جهاز المودم. مثل ما نلاحظ هنا هذا جهاز المودم. فهذا الجهاز هو عبارة عن جهاز يقوم بتحويل الإشارات اللي جايتني عن طريق شبكة الإنترنت لتكون هي إشارات أنالوج إلى إشارات رقمية. هاي الإشارات راح يفهمها الحاسوب. إذن هو جهاز محول للإشارة. بالنسبة للمتطلب الثاني اللي هو بطاقة الشبكة والنتورك كارد، لاحظ أن بطاقة الشبكة جزء يعتبر هاردوير. هذا الجزء راح يرتبط بالحاسبة أو يرتبط باللوحة الأم. ألاحظ أن هذا الجزء طبعاً بمنفذ، هذا المنفذ راح يرتبط بأسلاك الإنترنت
إذن هو ده يمثل لي نقطة تواصل ما بين أسلاك الإنترنت والحاسبة عن طريق هذا المنفذ. بالنسبة للمتطلب الثالث اللي هو الكيبلز أو الكيبلات، الكيبلز هي تمثل الوسط الناقل للإنترنت، ترتبط أيضا بالحاسبة. وأيضا أنا راح أحتاج حساب إنترنت. طبعا حساب الإنترنت هذا راح أنشئه عند مزود الإنترنت وأدفع إليه اشتراك شهري خاص بالإنترنت. بالنسبة للمتطلب الخامس اللي هو متصفح الإنترنت، لاحظ أن متصفح الويب هو عبارة عن برنامج مصمم يعرض لي الصور والنصوص اللي أنا أبحث عنها بطريقة تفاعلية، بحيث أقدر أشاهد المعلومات وتظهر عندي أمامي على الشاشة. من أشهر المتصفحات هو طبعا الإنترنت إكسبلورر، وعندي أيضا مجموعة ثانية مثل الكروم والفايرفوكس والأوبرا والسفاري، هاي تمثل لي متصفحات الويب. وآخر متطلب هو برامج الاتصالات. برامج الاتصالات هي برامج تضبط لي إعدادات الاتصال بالإنترنت مثل GPRS و GSM. ننتقل بعدها إلى مفهوم متصفح الويب. مثل ما قبل شوي ذكرنا أن متصفح الويب هو عبارة عن برنامج، هذا البرنامج مصممي لغرض يعرض لي الصور والنصوص اللي لا أبحث عنها أو التأثيرات الحركية بطريقة أنه أقدر أشاهد هذه المعلومات. مثل ما قلنا أشهر متصفح للإنترنت هو الإنترنت إكسبلورر، هذا الرمز مالته. على مدى استخدم متصفح الإنترنت إكسبلورر أكو 3 طرق لفتح هذا المتصفح. الأولى هي من قائمة ستارت، اختار All Programs من ثم إنترنت إكسبلورر. الثانية أنقر دبل كليك على الأيقونة الموجودة على سطح المكتب، والثالثة أنقر على الأيقونة الموجودة في شريط أدوات التشغيل السريع الموجودة في شريط المهام في الحاسوب. طبعا راح نتعرف بعدها على مصطلح جديد اللي هو عنوان الويب. طبعا عنوان الويب نسميه في بعض الأحيان نسميه الـ URL أو الرابط. هذا العنوان أستخدمه على مود أدخل إلى الموقع اللي دا أبحث عنه، عن طريق أنه أكتب هذا العنوان في شريط عنوان الخاص بالمتصفح. فمثلاً أنا لو كنت أستخدم متصفح الإنترنت إكسبلورر، هذا المتصفح أكيد حيكون به شريط عنوان خاص بالبحث، أدخل به عنوان الموقع أو عنوان الويب، بالنتيجة راح يظهر لي هذا الموقع. طبعاً عنوان الويب راح يتكون من جزئين رئيسيين. الجزء الأول هو نسميه بروتوكول الخادم أو سيرفر بروتوكول، والجزء الثاني راح أسميه اسم الموقع أو الدومين نيم. بالنسبة للبروتوكول الخادم راح يتكون أو عادة يكون بنوعين، الأول هو HTTP والثاني هو FTP. HTTP عادة يستخدم لمواقع الإنترنت أو خادم الويب، فأي موقع بالإنترنت أريد أبحث عنه أستخدم هذا البروتوكول اللي هو HTTP. بالنسبة للFTP هو خاص بنقل الملفات. فالجزء الثاني مثل ما قلنا اللي هو اسم الموقع. اسم الموقع مثل ما نلاحظ هنا هذا الاسم الأزرق. إذا أنا أريد أبحث عن موقع معين خاص بشركة نيتسكيب، كيفية كتابة اسم الموقع بهذه الطريقة، راح نكتب www.netscape.com. مثل ما لاحظنا اسم الموقع هنا يتكون لي من 3 أجزاء، الجزء الأول هو www والثاني netscape والثالث .com. في بعض الأحيان يتكون من 4 أجزاء. مثال على أسماء الموقع، مثلا عنوان موقع الجامعة المستنصرية www.unmustansiriya.edu.iq. حاليا اسم الموقع متكون من 4 أقسام، هذا الجزء الأول والجزء الثاني والEDU اللي هو الجزء الثالث والIQ الرابع. القسم الأول اللي هو www، هذا يمثل لي الشبكة العالمية الواسعة World Wide Web، إذا هو اختصار لهذه الكلمة. في بعض الأحيان يكون www مو شرط أنه نخليه في اسم الموقع، يعني جزء تكميلي فقط لتمييز المحتوى. الجزء الثاني اللي هو هنا بهالحالة عندنا يمثل لي اسم الموقع أو المؤسسة اللي تمتلك الموقع. طبعا هذا الاسم تخليه المؤسسة اللي هي اللي تمتلك الموقع. في بعض الأحيان يكون اسم كامل أو في بعض الأحيان يكون مختصر. هسه حاليا هنا مختصر، يونيفرسيتي مختصريها بيو إن، مكملين المستنصرية.
إذن هذا الاسم تختار المؤسسة. القسم الثالث راح نلاحظ في الحالة عندنا اللي هو الإيديو. هذا القسم خاص بتصنيف النطاق اللي تنتمي إلى المؤسسة. أنا حاليا مؤسستي هي شنو جامعة، اللي هي الجامعة المستنصرية، فاسم خاص بتصنيف النطاق هو الإيديو. هذا الاسم يخص الجامعات، فراح تكون أكو فد مجموعة من التصنيفات الخاصة لتمييز المواقع. من هاي التصنيفات راح نلاحظ مجموعة موجودة عندنا. التصنيف الأول اللي هو MIL، هذا خاص بالمواقع الخاصة بالقوات المسلحة. فمثلا المواقع اللي تابعة للجيش عادة يكون اسم تصنيف النطاق لها اللي هو MIL، مثلا موقع وزارة الدفاع تصنيفها يكون MIL. التصنيف الثاني اللي هو GOV أو المواقع الحكومية. GOV جاي اختصار من كلمة government اللي هو حكومة. مثلا مواقع الوزارات، مثلا وزارة التجارة يكون اسم تصنيف الموقع مالتها اللي هو GOV، إذن خاص بالمواقع الحكومية والوزارات. بالنسبة للكوم خاص بالشركات التجارية اللي هي الكوميرشال. الشركات التجارية مثل ما لاحظنا قبل شوية، الموقع الخاص بشركة نتسكيب اللي هي شركة تزود خدمات حاسوب، اختصار هاي التصنيف النطاق لها هو .com. نكمل بالنسبة للإيديو اللي هي مواقع الجامعات. أي موقع للجامعات مثل ما قبل شوي شفنا موقع الجامعة المستنصرية، نلاحظ أنه اسم تصنيف النطاق له اللي هو الإيديو. الاسم الثاني اللي هو الـORG اللي يخص المؤسسات أو الـOrganizations. ممكن مجموعة من المؤسسات تخلي اسم تصنيف النطاق الخاص بها اللي هو ORG، مثلا منظمة الطفولة، إذا نلاحظ منظمة الطفولة أو موقع خاص بها اسم تصنيف النطاق له اللي هو ORG. وبالنهاية موقع شبكات الإنترنت اللي هو .net. بالنسبة للقسم الرابع ده يمثل لي رمز الدولة. فبعد أن تطور الإنترنت وأصبح عالمياً، صارت النطاقات الأصلية عالية المستوى غير مناسبة للغاية، فمددوا اسم النطاق بحيث يشمل رمز الدولة. فإحنا إذا نرجع لموقع الخاص بالجامعة المستنصرية، لاحظ أنه القسم الرابع به اللي هو الـIQ اللي هو ده يمثل رمز الدولة، ومعناه اختصار لكلمة إيراك بالإنجليزي. إذن هذا ما يخص القسم الرابع اللي هو رمز الدولة. فنلاحظ أنه الدول كل دولة لها رمز خاص بها، مثلا أستراليا AU، جرماني أو ألمانيا، وهكذا إيراك IQ. هذا بالنسبة للقسم الرابع. بالنسبة إلى عناصر صفحة الويب، طبعا مثل ما نلاحظ عندنا موجودة صفحة ويب اللي هي خاصة بموقع ياهو أو بمحرك البحث اللي هو الياهو، فهاي صفحة عادية لموقع معين. راح نلاحظ بها مجموعة من العناصر. طبعا أول هذه العناصر اللي هو هذا رقم واحد اللي هو عنوان الويب، اللي مثل عنوان الويب أو الـURL. كما سبق وإن ذكرنا وتحدثنا عن عنوان الويب قبل شوية، ذكرنا أنه عنوان الويب من خلاله أستطيع الدخول على موقع معين. إذن هو راح يحدد لي هوية الصفحة أو هوية صفحة الويب أو المصادر الأخرى الموجودة على الإنترنت. فأول عنصر هو عنوان الـURL، إذا لاحظ أنه يبدي بـ HTTP وبعدها Domain Name. بالنسبة للعنصر الثاني مثل ما نلاحظ هو عبارة عن صورة. إذا العنصر الثاني هو صورة أو Picture. أغلب المواقع راح تمتلك مجموعة من الصور اللي تكون موجودة على هذا الموقع، كأن تكون صورة واحدة أو أكثر. نلاحظ هذه الصورة قد تكون في بعض الأحيان ثابتة أو متحركة، وتكون هاي الصورة تابعة لموضوع معين. فمثل ما نلاحظ الصورة اللي موجودة هنا عندي تكون تابعة لهذا الموضوع. طبعا ممكن تكون هذه الصورة عبارة عن وصلة تشعبية. شنو معنات وصلة تشعبية؟ يعني من أضغط عليها تنقلني إلى الموقع الخاص بهذا الموضوع. بالنسبة للعنصر الثالث راح ألاحظ أنه موجود عندي بأعلى الصفحة. العنصر الثالث هو عبارة عن حقل أو فيلد. هذا الحقل يكون عبارة عن مساحة توجد في صفحات الويب. طبعا من أشهر هذه الحقول مثل ما نلاحظ الحقل الموجود عندنا هو حقل البحث، اللي أستخدمه على مود أبحث عن معلومة معينة ويكون موجود في أغلب المتصفحات. إذا راح أكتب المعلومة اللي أريدها هنا عندي وراح أبحث عنها باستخدام هذا الزر. فهذا الزر هو عبارة عن العنصر الرابع اللي موجود عندي. هو عبارة عن رسم تفاعلي راح يؤدي لي وظيفة عندما أنقر عليه. فمثلا أنا هنا وظيفة هذا الزر هو شنو؟ البحث. إذا راح يؤدي وظيفة البحث من أنقر عليه بالماوس. بالنسبة للعنصر الخامس
هذا هو العنصر الخامس، مثل ما تلاحظ عبارة عن مساحة إعلانية. أوكي، هذا عبارة عن إعلان أو مساحة إعلانية. أكيد أغلب الشركات راح تدفع أموال من أجل أنه تضع إعلاناتها بالمواقع الشهيرة، فأكيد أنا موقع الحالي اللي دا أستخدمه هو الياهو، فهنا أنا عندي إعلان خاص باليونيسيف موضوع في متصفح الياهو، بحيث أنه هذا الإعلان راح يظهر عندي بشكل متكرر بالصفحة، وإذا نقرت طبعا على هذا الإعلان بالماوس راح ينقلني إلى الموقع الإلكتروني الخاص مثلا بهذه الشركة اللي هي اليونيسيف. عندي العنصر السادس هو شريط الحالة. طبعا شريط الحالة راح تظهر به الصفحات اللي دا يعرضها المتصفح حاليا، فأني ألاحظ الصفحات اللي دا يعرضها المتصفح حاليا أو المواضيع الأكثر انتشار معدد ليها بقائمة معينة، فهذه العناصر اللي موجودة عندي هنا ممكن تكون وصلات تشعبية، معناتها نفس الشيء من أضغط عليها راح تنقلني إلى الموضوع الخاص بهذه الصفحة. فطبعا معنى الوصلة التشعبية عبارة عن دائما تكون نصوص، أو في بعض الأحيان تكون عبارة عن صور، فهاي النصوص تكون غالبا يعني طريقة الكتابة مالتها مختلف عن النصوص العادية الموجودة بالصفحة، كأن تكون بغير لون أو يكون أسفلها خط. أنا حاليا كلها صار باللون الأزرق، يعني ما متميزة عن باقي العناصر الموجودة عندي. وأكيد مؤشر الماوس من يأشر لي على هاي العناصر راح يظهر بشكل مختلف اللي هو على شكل يد. هاي بالنسبة لعناصر صفحة الويب. طبعا الشرح موجود عندي هنا كل اللي ذكرته قبل شوية. الموضوع اللي بعده اللي هو استخدام تقنية محرك البحث. طبعا من أشهر محركات البحث اللي موجودة عندي هو الجوجل والياهو والليكوس، فهاي المحركات أكيد كلها تقدم لي خدمات. هاي الخدمات طبعا تختلف عن بين محرك إلى محرك آخر، لكن كلها تتشابه بالتقنية اللي تستخدمها. بالبداية لازم نعرف شنو معنات محرك البحث. محرك البحث مثل جوجل اللي نلاحظ مثلا هاي واجهة جوجل عبارة عن برنامج حاسوبي. هذا البرنامج طبعا مهم يكون حيساعدنا بالعثور على البيانات أو المستندات اللي مخزونة بالإنترنت، فمن أبحث بمحرك البحث راح تظهر عندي النتائج على شكل قائمة من النتائج. فلو أنا هسه بحثت بهذا المحرك اللي هو الجوجل، أكتب العنوان أو المعلومة اللي أريدها، من ثم أضغط على الزر اللي هو البحث، سبق وأن ذكرناه موجود بمحرك الثاني، بعدها راح تظهر لي قائمة من النتائج. فشركات اللي هي مثل الجوجل والياهو تمتلك قاعدة بيانات. هاي القاعدة مال البيانات متكونة من عناوين الويب، بحيث كل بيان من هاي البيانات اللي موجودة في قاعدة البيانات راح يحتوي على عنوان الويب، أيضا وصف الموقع وعنوانه وكلمات أساسية توصلني إلى هذا الموقع أو إلى هذا العنوان. فمثل ما ذكرنا قبل شوية، مثل ما شفنا بالجوجل، أكو خانة، هاي الخانة اللي هي خانة البحث، أكتب بها المعلومة اللي أريدها ومن ثم أضغط على الزر، يا إما السيرش أو الجو أو الفايند. حاليا إذا أريد أبحث عن كلمة معينة مثلا باستخدام محرك من هذه المحركات، مثلا باستخدام جوجل، فلكي أحصل على نتائج طبعا محرك البحث شو راح يسوي لي؟ راح ياخذ الكلمات اللي أنا كتبتها بحقل الخاص بالبحث ويطابقها ويا قاعدة البيانات اللي موجودة عنده اللي تتكون من عناوين ويب. فعلى مود أحصل على نتائج دقيقة وغير عشوائية ونتائج مضبوطة أكثر للموضوع اللي أنا دارت أبحث عنه، لازم أستخدم مجموعة من الأدوات اللي تضيق لي نطاق البحث أو تجعله أداة. فأول علامة من علامات تضييق النطاق اللي هي علامات الترقيم. ممكن أستخدم علامات الترقيم اللي هي كأن تكون الفاصلة أو النقطة أو ممكن الخط المائل، بحيث أحسن عملية البحث مالتي. لكن معظم محركات البحث تتعامل مع هاي العلامات على أنه هي فراغ وليس جزء من النص المكتوب، وقسم قليل من محركات البحث يتعامل وياها على أنه هي عبارة مكتوبة. بالنسبة للأداة الثانية اللي هي علامات التنصيص. علامات التنصيص أقصد بها اللي هي هاي الأقواس الصغيرة اللي توضع العبارة أو الكلمة في داخلها. علامات التنصيص ممكن أريد أبحث عن كلمات أو عناوين مطابقة للكلمة اللي أريد أبحث عنها، فأخلي الجملة أو العبارة اللي أريد أبحث عنها في داخل علامات التنصيص. في هذه الحالة راح تظهر لي النتائج اللي تحتوي على مطابقات للكلمة، يعني بالضبط العناوين اللي بها كلمة الجامعة المستنصرية فقط، ما بها عبارات ثانية. هاي بالنسبة لعلامات التنصيص. الأداة الثالثة اللي هي علامة الجمع أو الطرح.
طبعا ممكن استخدم علامة الجمع والطرح لاختيار نتائج اقرب للي اريده. فمثلا استخدم علامة الجمع او علامة الزائد اذا اردت تظهر لي صفحات تحتوي على ممكن كلمتين او اكثر. فمثلا اريد ابحث عن كلمة معلم زائد طالب، يعني اريد العناوين مال الويب اللي بيها ذني الكلمتين اللي هي معلم زائد طالب او المعلم والطالب. فاكتب بالبحث معلم زائد طالب، راح تظهر لي كل العناوين اللي بيها ذني الكلمتين. بالنسبة لعلامة الطرح، هذه العلامة، هاي العلامة استخدمها اذا اردت اسوي عملية اقصاء او عملية استبعاد لعبارة معينة من البحث مالتي. نفترض انه انا ابحث عن عناوين بها الرياضة او كلمة الرياضة، فاكتب مثلا الرياضة ناقص جوارها علامة الناقص او الطرح كرة القدم، راح تظهر لي كل العناوين الخاصة بموضوع الرياضة ما عدا كرة القدم او ما عدا رياضة كرة القدم. هاي بالنسبة لي الطرح. ألاحظ أنه أنا هنا أنا عندي مثال اللي هو دا أبحث عن الرابتس اللي هي الأرانب ناقص أنجورا اللي هو نوع من أنواع الأرانب. فبهالحالة إيش راح يصير؟ راح تظهر لي كل العناوين الويب الخاصة بالرابتس ما عدا شنو هذا النوع اللي هو الأنجورا. بالنسبة لاستخدام الحروف الكبيرة والصغيرة بالبحث، طبعا هذا يتم إذا كان البحث مالتي باللغة الإنجليزية. إذا كتبت في بعض الأحيان الكلمات اللي أبحث عنها بحروف صغيرة اللي هي small letters، ممكن تعرض لي نتائج مختلطة، يعني نتائج بالحروف الكبيرة ونتائج بالحروف الصغيرة. فعلى مود أخلي البحث مالتي أدق، أحدد بالضبط المكان اللي أريد أكتب به الحروف الصغيرة والمكان اللي أريد أكتب به الحروف الكبيرة. آخر أداة من الأدوات اللي عندنا اللي هي استخدام الرموز البديلة. الرموز البديلة نقصد بها عندي رمزين اللي هو علامة الاستفهام والنجمة. شو وقت استخدم هذه الرموز؟ طبعا في بعض الاحيان تكون عندي كلمات معينه، هاي الكلمات تكتب باكثر من طريقه. كلمه color، كلمه color تكتب يا اما بهذه الطريقه او بالطريقه الثانيه. فعلى مود احصل النتائج او العناوين اللي مكتوبه بالطريقتين، اكتب كلمه color وقبل الحرف الاخير علامه الاستفهام. فبهالحاله راح يعرض لي نتائج خاصه بهذه الطريقه من الكتابه والطريقه الثانيه. بالنسبة لعلامة النجمة، علامة النجمة ممكن أستخدمها بحيث أوسع نطاق البحث مالتي. فمثلا عندي هاي الحروف، أريد أبحث عن كل الكلمات اللي تبدي بهذه الحروف وبعدها أخلي علامة النجمة بحيث أي عدد كان من الحروف ممكن يظهر بعدها. فمن أكتبها بهالطريقة بحقل خاص بالبحث، راح تظهر لي الكلمات اللي تبدي بـ COLO وبعدها طبعا أي عدد معين من الحروف إلى آخره. هاي بالنسبة لطرق تضييق نطاق البحث. راح نلاحظ هنا عندنا موضوع استخدام صيغ البحث. راح نشوف إنه أكو أكثر من صيغة ممكن نستخدمها على مود نبحث عن موضوع معين باستخدام وين محركات البحث. فألاحظ عندي أربع طرق أو أربع صيغ ممكن أستخدمها على مود أبحث. طبعا نفس الشكل هي راح تحسن لي وتوسع لي نطاق البحث مالتي وتخليه أكثر دقة. فعندي أربع صيغ، الأولى اللي هي entitled، والثانية اللي هي all entitled، عندي in URL و all in URL. هاي الأربع صيغ راح نشوف الفرق ما بيناتهم. طبعا ننتقل مباشرة للفرق حيوضح لنا أكثر. عندي أول صيغتين يعني اللي هي الأولى entitled و all entitled. طبعا entitled الفائدة من عندها هي أنه أبحث عن كل المواقع اللي موجود بعنوانها أو بعنوان هذا الموقع مالتها كلمة معينة، كلمة واحدة فقط طبعا أقدر أستخدم. فمثلا لو ردت أبحث عن كلمة school اللي هي المدرسة، أبحث عن هذه الكلمة فقط، راح أشوف أنه أني دي هنا محرك البحث اللي هو الجوجل كتبت بالحقل الخاص البحث مالته entitled ونقطتين بعدها كلمة school اللي هي دا أبحث عنها كلمة مدرسة. راح ألاحظ أنه محرك البحث راح يعرض لي قائمة النتائج، قائمة خاصة بالنتائج. فراح أشوف أول موقع عرض لي أو النتيجة تحتوي على أول شيء عنوان الموقع، هذا نسميه إحنا التايتل، أوكي التايتل، وعندي جزء صغير هنا اللي هو عنوان الويب، عنوان الويب الخاص به أو الـ URL اللي سبق أن شرحناه. إذا بما أنه أنا أبحث على الـ Entitle أو العنوان، إذا راح يعرض لي كل العناوين اللي تحتوي على كلمة school، فألاحظ النتيجة الأولى العنوان بها كلمة school،
التايتل الثاني العنوان مالته أيضا يحتوي على كلمة school، وهكذا الثالث أيضا به كلمة school. إذا كل نتائج عناوينها أو التايتلز مالتها تحتوي على شنو؟ كلمة school. بالنسبة لل all entitled، طيب نفس فائدة ال entitled اللي هو هذا، لكن أكو فرق هنا. أنا فقط راح يمكنني إنه أبحث عن أكثر من كلمة وليس كلمة واحدة، أبحث عن أكثر من كلمة، فبهالحالة راح يعرض لي عناوين المواقع اللي بيها الكلمات اللي أنا حددتها. لاحظ المثال هنا عندي، أكتب all entitled لأبحث عن كلمة school مدرسة والteacher والbook، ثلاث كلمات دا أبحث عنها. لاحظ النتيجة اللي راح تظهر لي أو قائمة النتائج اللي راح تظهر لي، المفروض بيها ثلاث كلمات اللي هي school والbook والteacher. فلاحظ أول عنوان راح أشوف إنه بي كلمة school وبي teacher طبعاً، والbook راح ألاحظ إنه عندي ثلاث نقاط، معناها هذا العنوان بي تكملة. من أضغط على الموقع تطلع لي بقية العنوان، وأيضاً مفروض book. أشوف العنوان الثاني أيضاً بي البوك والتيتشر والسكول، وهكذا. إذن هو مكنني من أن أبحث عن أكثر من كلمة في عناوين الويب. بالنسبة لي الـ Any URL والـ All in URL، مثل ما شرحنا قبل شوية، الـ URL ده أقصد به هو عنوان الويب وليس التايتل اللي هو العنوان والموقع والعنوان العادي. فالـ Any URL فائدته هو أنه أبحث عن كل المواقع أو كل الـ URLs اللي تحتوي بداخلها على كلمة واحدة. فمثلاً ألاحظ هنا عندي كتبت بجوجل Any URL قطين school، ظهرت لي قائمة النتائج التالية. راح ألاحظ النتيجة الأولى أو الموقع الأول هذا الـ URL مالته، أوكي، وليس هذا، لأن هذا عندي شنو التايتل، معناه الـ URL هو العنوان الويب. راح أشوف إنه عنوان الويب الخاص به ده يحتوي كلمة school، أوكي، كلمة school. النتيجة الثانية نفس الشكل، عنوان الـ URL مالته أو الـ URL مالته راح يحتوي على كلمة school، وهكذا بالنسبة لباقي النتائج. بالنسبة للـ all in URL أيضا نفس فائدة هذا الـ in URL، لكن الفرق إنه أقدر أبحث عن أكثر من كلمة في عنوان الويب، أوكي، أو موجود في عنوانها أكثر من كلمة. مثلا لو كتبت all in URL أبحث عن كلمتين teacher والschool، راح أشوف العنوان الأول راح يحتوي على كلمة school وأيضا teacher، المفروض بيتكمل، إذا نشوف إنه بنقاط. بعدها العنوان الثاني أيضا المفروض يحتوي على كلمة school و teacher، لكن أيضا هذا العنوان نشوف بيتكمل، وهكذا.